بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مجموعة من التطبيقات البسيطة، منهم طبعا تطبيقات على سي بلس بلس، منهم بيقول لك عاوز محيط ومساحة الدايرة. أول حاجة أنت عارف إن الإيه؟ الأري اللي هي المساحة بتساوي الباي في نق في ار في ار، لانها باي نق تربيع اللي هي ايه؟ ار في ار، ودي الباي بتاعتك. فبكل بساطه اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل دبل، تمام، وهقول له البي اي ايكوال 3 و14 من 100، فمشكله ما فيهاش مشكله. وهقول له دبل، تمام، ار 1 وار 2، حلو، وحلو ايه؟ سي ان ار 1 وار 2. كده انا عملت ايه؟ عرفت متغير اللي هو عباره عن الباي، اللي هي الباي اللي احنا بنعملها، تمام، بتساوي 3.14 من 100. عملت متغيرين، طبعا الار اصلا بتكون ايه؟ بتكون متساويه، نص القطر متساوي، فانا هخليها ار وخلاص، خليه يدخل الار مره واحده، تمام. هقول له ايه؟ سي اوت بي اي في ار في ار اند لاين، نرن كده، ندخله الار ب5، يبقى المساحه ايه؟ المساحه اهي. طيب عاوزين ايه؟ عاوزين برضو بالمره المحيط. المحيط بيساوي ايه؟ المحيط بيساوي، تمام، بيساوي ايه؟ بيساوي 2 باي 2 في باي في ار. في حاجه هنا هقول له سي اوت 2 في باي في ار واحده اهو. فلما اجي هنا اقول له ايه؟ 5، يقول لي المساحه كذا والمحيط كذا، فمشكله ما فيهاش مشكله. عاوز تعمله بقى هنا، تقول له ايه؟ سي اوت انتر ار اللي هو نص القطر، تمام، وفي الاخر تقول له ايه؟ تقول له الاري بالمنظر ده، وهنا تقول له ايه؟ المحيط، تمام، بالمنظر ايه؟ بالمنظر ده، ما فيش اي مشكله. وترن هتلاقي الايه؟ النتيجه طالعه لك بكل بساطه. لو رنينا طبعا هنا السي اوت، السي كاب، السي سمول، تمام، نرن اهو، هيقول لك انتر ار اللي هي نص القطر، هقول له 5، هيقول لك اري كذا والسيركل كذا. هي دي بكل بساطه الاكزامبل البسيط. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام، عمل لوجن، نعمل سبميت.